نزل ايدك يا ابن الكلوز من ايدك يا ابن خرب بيتك نم عليك الناس ها لك الله وكيلك في هذا الموضوع غلط انت شبه شو غلط ما عرفت كيف خلصت منك الله لا يوفقك ان شاء الله هيك القصه يا سلاف ليك ولا والله العظيم بفضحك انا مره بدي اشتغل بحلال ما بدي تعمي ولادي مال حرام وبدي اشتغل بشرفي وكرامتي انا بتعلم وناس نلع من هون ولا حيوان نلع من هون احسن ما افضحك نلع يقطع عمرك زباله يا أنسة مرحبا ممكن سؤال؟ مشان الله لا تفهميني غلط بس أنا كنت مارق وسمعت حديثك أنت وهداك الشاب وبرافو عليكي ما قصرتي فيه والله حلال عليكي تشتغلي عندي براتب مرتب بعطيكي 500,000 بالشهر والشغل كتير محترم وبدياكي تعتبريني كسند لإلك وأخ لإلك ما بدك تعرفي شو الشغل؟ شو قلتي؟ أهلا وسهلا شرفي تفضلي هذا البيت فوتي اختي فوتي تفضلي ولو سبحان الله أنا كنت عم دور على حدا يستلم البيت هذا هو الشغل ايه أخي ما قلتي لي اسمك حكي لي عن حالك أنا اسمي سلاف وترملت من كم شهر وعندي ولدين يا ستي وأنا رامي مطلق من فترة وأبي متوفي وأمي عايشة مع أختي بألمانيا وقبل ما أشوفك بشوي كنت عند الدكتور وخبرني خبر مو منيح خير؟ شو عم تعمل ولك مجنون؟ بدك تقلها إنه معك إيدز من شان تهرب منك؟ خير أخي قلقتني عليك لا ولا شيء تحاليل تشخيص الدكتور بيقول إنه معي سرطان بالرئة سرطان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وماني مطول لحتى ودعكم من هالدنيا لا يا أخي لا تحكي هيك إن شاء الله بتتداوى وبتشفى يلا ستي شو بدنا بهالحكي المهم أنت بدك تستلمي البيت من بابه لمحراب يعني بتنطفي لي شوي وبتطبخي لي شوي هذا هو الشغل من عيوني التنتين شو بتحب تتغدى اليوم؟ هذا المطبخ قدامك شو في عندك تصرفي ما عندي مشكلة بالأكل تكرم والله يشفيك يا رب الله يسلمك هذا بده تصليح رح أحاكي النجار يجي يصلحه بتعرفي حاسة كأني عم بحضر شي مسلسل عن جد صدفة مو طبيعية أي والله هذا اللي صار ألف الحمد لله أنه الله جبر بخاطري بهالشب بس كتير زعلت عليه إنه طلع مريض سرطان إيه فعلاً يعني هذا الجزء ما حلو بالقصة الله يشفيه ويعافيه والله يقدرني إني أكون معه لآخر يوم بحياته آمين يا رب طيب سلاف ولادك شو بدك تعملي فيهم؟ شو يا حزريك؟ والله أنت بدك تديري بالك عليهم لأنه مالي غيرك بالدنيا بعدين حبيبي بكرة بس يتحسن وضعي واشتغل ويصير معي مصاري بحطهم بالروضة وبعطيكي شوية مصاري كمان طيب تكرمي بس مو أكتر من أسبوعها لأن بعدها بتبلش امتحاناتي بالجامعة أسبوع بس طولي بالك شوي عمليهم 10 أيام أسبوع عجبك هيك يا رجال كنتنا هربت من البيت على الهس واللس ايه وين المشكلة بالناقص شو يوه الله. شو هالحكي اولاد ابننا شو بده يكون وشنا قدام العالم
لك يا بنت الحلال، نحن فارق معنا حكي العالم؟ يحكوا اللي بدهم اياه، يصطبلوا، شو مالنا مالو؟ قولتك، يلا خلصنا منا ومن وشها. وفوق منا طلع لنا راتب المرحوم. والله ما بتحصل على ليرة واحدة منه. ممنوع، خلص، عدنا. ايوه. يعني وبركي وكلت محامي وفوتتنا بقصص القضاء. لك لا حيلتها ولا بتيلتها ولا بتحسن بالطالب بليرة وحدة، ممنوع، خلص عم قلك. ها نحن الله شو بدك؟ لك ايه يلا خلصنا منها ومن همها. ايه بس يعني شو كان ناقصها لو ضلت عنا هون بالبيت؟ ناقصها عقل، ما في عقل. مظبوط، ناقصها عقل. يخرب بيتك. ما في لزوم، تعي كملي شغلك انتي مشان تروح عند ولادك بكير. الله يشفيك ويعافيك على ادمانك حنون. اخ يا سلاف، المرضى هدتني، قلتك الله رح يسامحني. ايه ما علينا، يعني انا غلطت كتير بحق حالي، ويا ستي ما ضل شي ما عشته بالحياة. كيف يعني؟ يعني أنا خلقت مدلل، أنا وأختي بالبيت ومصاري قد ما بدك فيه، بطلع وبسافر وبفوت وبجي وما حدا بيقول لي لا، ما ضل شيء ما عشته. إيه هيك عيشت الأغنياء يا أستاذ، بيروحوا وبيجوا وبيساووا يلي بالدنيا وكل شيء إلهم مباح. إيه بس هذا كتير غلط، لأنه آخر شيء شوفت عينك. لا يا أستاذ لا تحكي هيك، الله يشفيك ويعافيك، بس هذا المرض لا بيعرف كبير ولا صغير ولا فقير ولا غني. مظبوط مظبوط، بس أحياناً بحس إنه ربنا عم بيعاقب أمثالي بهيك مرض. صح 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 أستاذ. بسم الله بسم الله عليك بسم الله عليك، سلامتك يا أستاذ سلامتك. لا تحكي هيك، رب العالمين أحياناً بيبلينا مشان يعرف قديش نحن مؤمنين فيه وصابرين. وات وات ارتاح، أنت قلبك طيب ورب العالمين ما بيطيمك. رايحة أساوي لك شي سخن تدفي حالك. مجنونة انت؟ الهيئة بدك تحكمي على حالك مؤبد؟ لك معقول تبلشي تحبي شخص ما بتعرفي ايمت رح يموت؟ ما بعرف شو صار لي، يعني لما شفته هيك مقهور وتعبان ومرضان ومكسور حسيت انه لازم ضمه واخد كل تعبه، بس هو بعدني. إيه لأنه هو واعي وعاقل أكتر منك. ليك السلاف أنت هيك عم تدهوري حالك، انتبهي كتير منيح ولا تقولي إني ما حذرتك.
طلعت بحبك كتير يا سلاف فوق ما تتصوري. حسيت فيكي من يومين انك كنتي رح ترتمي بحضني، بس تذكرت مرضي وانه بيعدي. لا مستحيل انقل لك الفيروس لو شو ما صار. بس هاي حاجة والله ما أكلت منيح. الحمد لله صحة وهنا. ويسلم إيديكي. الله يسلمك يا رب. هدول المصاري لإلك، جيبي فيهم أغراض للأولاد وخلي لهم يدعوا لي، لأني بحاجة تعاون كتير. الله يكتر خير، والله كل الوقت عم ندعي لك. الله يشفيك ويعافيك يا رب. الله يحميك، لا تخاف، انت قلبك طيب وانسان كتير منيح. هي صار لي عندك 4 شهور والله ما شفت منك غير كل خير. رح ساوي لك عصير. رحت لعنده اليوم لقيته ميت. الله يرحمه أختي، يعني هذا الشيء كلنا بنعرفه. كان تعبان كتير مبارح، حكى مع رفيقه أسعفوه على المشفى بس ما لحقوا. الله يرحمه. تارك لي رسالة أعطاني إياها رفيقه. طيب ما تقريها، شو ناطرة؟ حبيبتي سلاف، لا تستغربي إني عم قلك حبيبتي، لأني حبيتك بالفعل من كل قلبي. أنت أعطيتيني الأمان والحب ورجعتي لي إيماننا بربنا من جديد. في سر لازم أعترف لك فيه، أنا حبيتك كتير بس ما كنت أقرب عليكي. احترامك، احتراما لعفافك اولا، وثانيا لاني ما كنت مصاب بالسرطان، انا كنت مصاب بالايدز. خبيت عنك لحتى تضلك جنبي بعد ما تركوني الناس كلها وصفيت لحالي. حبيبتي سلاف، بدي تدعي لي بالرحمه طول عمرك، والاهم من كل هاد تتذكريني وانت عايشه مع اولادك ببيتي، لاني انا سجلت لك البيت باسمك وحطيت لك حساب بالبنك وحطيت فيه مصاري كمان. بتعيشي بكرامتك بهدول المصاري، وهالشي لاني بحبك كتير ولاني بدي كفر عن ذنوبي، ورح اعتبر هالعمل صدقه لاولادك الايتام. دعيلي بالرحمة وبحبك كتير.